بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. متابعينا الكرام، متواصلين بحضراتكم ضمن هذه الاندفاعات، ضمن هذه الانطلاقات في هذا المهرجان وهذا الكرنفال، مهرجان سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. متابعينا في كل مكان، اندفع بحفظ الله ورعايته الشوط 18 للابكار الحقايق. مسافة هذا الشوط هي 2 كيلومتر. اتقدم بداية لانطلق لأتابع اول الاسماء الباحثة عن الفوز، اول الأسماء الباحثة عن الانتصار. من تتقدم في هذه اللحظات؟ شقرة وحمد بن سعيد بن علي الجربوع المري، ولكن الوصول والتقدم من التماس ومحمد بن علي بن حمد المري. المركز الثالث، التقدم متابعينا الكرام على المركز الثالث من حربة وسيف بن مبارك بن سيف الاكتبي. من يقدم لنا حربة؟ ولكن الحرب بدأت من هذه اللحظات مع تقدم ملازيم احمد بن سالم بن حمدان البلوي. ولكن من اخترقت الصفوف؟ من تقدمت؟ مرحبا بشعارك يا الحصاد، مرحبا بمبلشة وسليمان بن سلامة الفايدي الجهني. من يقدم لنا مبلشة؟ ولكن العودة الأخيرة إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى التحدي الأخير، إلى التماس محمد بن علي المري. من يقدم لنا التماس؟ القدوم من شعار الحصاد مع مبلشة وسليمان بن رويشد الجهني. ولكن التماس مع الفوز، التماس مع الانتصار. تهانينا لابن عايض على هذا الفوز، على هذا الانتصار. من قدم لنا التماس؟ والنقطة الرابعة، مشكور يا ابن عايض مشكور. من قدم لنا التماس في هذا الشوط؟ تهانينا والفي مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مبلشة وشعار سليمان بن سلامة الجهني. المركز الثاني وصلت مبلشة وسليمان بن رويشد الجهني. المركز الثالث والمركز الرابع والخامس مع إعادة الشوط السابق. تهانينا وألف مبروك لمالك التماس محمد بن علي المري على هذا الفوز والانتصار. لحظة الوصول إلى خط النهاية، معاناة الفوز والانتصار، 2:57، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصلوا أبناء ينبع مع المركز الثاني وشعار الحصاد سليمان بن رويشد الجهني. التوقيت الزمني 3:08 من الثانية. المركز الثالث كان الوصول مع المركز الثالث متابعينا الكرام سيوف وصالح بن محمد بن علي المري. التوقيت الزمني 3:08 من الثانية. المركز الرابع كان الوصول من فن وعلي بن محمد بن بتلة المري. خامس الأسماء متابعينا كان الوصول على خامس المراكز شعار بن جهيم مع خامس المراكز عبد الله بن علي بن راشد المري مع مرحبا. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.